اوكي، كمان مثال مثلا كوادروتر. الكوادروتر عندي اللي راح يكون عندنا اربع محركات عليهم بروبيلرز، اثنين منهم راح يكونوا يلفوا كلوك وايز، واثنين منهم راح يلفوا كاونتر كلوك وايز. اوكي، حتى يعملوا بالانسنج لبعض. هلا عندي هون عندي عدد الانبوتس لهذا الكنترول سيستم عندي اربعه، مش هيك؟ بدي اتحكم بهدول. عدد الاوتبوتس اللي بتحكم فيهم هم الاربعه، بتحكم بسرعه المحرك، هذا كل اللي بقدر اتحكمه فيهم. هدول ما فيهم ديجريز اوف فريدم المحركات، كل اللي بعمله بتحكم بالتورك او السرعه اللي بعطيها لكل واحد من المحركات هدول. الريلاتيف بعطيني بخليني اعمل ريلاتيف بوزيشننج للكوادروتر، اه؟ فبقدر اتحرك بالبوزيشنز المختلفه اللي هم اليوك والريتش والروم. والانبوتس اللي مطلوبه مني، مطلوب مني ال 6 ديجريز اوف فريدم، مطلوب مني البوزيشننج والحركه اللي بتحركها بي. احسن محرك من احلى هدول طبعا بلفوا على سرعات عاليه جدا، هاي سبيد موتورز لو تورك فيري هاي سبيد. يعني هاي سبيد بتكون مثلا 2000 3000 مرات، بتوصل لحد 10000 ار بي ام. لو تورك نو فيدباك، ما باخذ فيدباك من هذا المحرك، ما عندي فيدباك راجع، ما عمري بتحكم بسرعته، فانا بعطيه انبوت بحيث اني الفه على سرعه معينه. فعاده بالحاله هاي من احسن التطبيقات هو البرشلس دي سي موتور. برشلس دي سي موتور بالحاله هاي خلص، انا بعطيه سيجنال، بكون في كنترولر بعطي سيجنال، الكنترولر بتحكم فيه بلفه على السرعه المطلوبه، والفيدباك تبعي بيجي من يا اما تلت متر او اي ام يو. طبعا كمان عندي بكون في مرات جايروسكوبس، والجايروسكوب راح يعطيني البوزيشننج تبعه والحركه تبعته على اساسها في عندنا لوبس. وهذول الصعوبه في الكنترول سيستم تبع هذا انه هو كابلد، كله كابلد، يعني ما بقدر اعزله ل 3 بي اي ديز او 4 بي اي ديز معزوله، هذول كل الانبوتس بياثروا على بعض، فالكنترول سيستم ما بقدر اعمله كسنجل انبوت سنجل اوتبوت كنترول سيستم، هذا مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت كنترول سيستم. بس اللي بنحكيهم من ناحيه الاكتويتر سلكشن بنحكي عن برشلس دي سي موتور، حجمه صغير وزنه صغير بيكون، وايديال للابلكيشن هاي اللي موجود هون، بعطيني سرعه عاليه لو تورك.